السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي في قناة نشاط وطيرة. النهاردة بإذن الله الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا 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 للناس كلها اللي طلبت مني النهاردة، نتكلم عن الافتراس والكساح. وده طبعا من الحاجات اللي بتيجي للبط في سن صغير، يعني في بداية أول الترييش بتاعه أو أول ما يبدأ إن هو يريش معاكي بتلاقي فيه نسبة من الافتراس ويبدأ إن هو يشد في بعضه. هقولك النهاردة أسباب مهمة جدا جدا هتخلي البط إن شاء الله الأيام اللي جاية لو أنت عندك افتراس إن شاء الله هتلاقي البط معاكي ما شاء الله بدأ إن هو يتحسن ويكون أفضل من الأول. بس عايز أقولك لو أنت أول مرة تشوفي القناة يا ريت تنزلي تشتركي فيها وتفعل الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو، كلامي منك للقناة ويكون جزاك الله كل خير. حط لايكات كتيرة جدا عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وكل يشوف الفيديو بتاعنا النهاردة ويستفيد. البط بتاعنا النهاردة الخليط المسكوف والبلدي عمر 23 يوم بالتمام والكمان ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين تمام كده. طبعا حضراتكم عارفين ان انا من امبارح غيرنا نسبة العلف بتاعته من 23% ل21% نسبة بروتين. خلاص اهم حاجة في تغيير نسبة العلف من 23 ل21 ان انت تستعملي نفس الشركة اللي انت كنت شغالة فيها من بداية الدورة بتاعت البط. يعني ما تجيش اول مثلا 25 يوم او اول 21 يوم تستعملي نوع من العلف يكون معين او اسم شركة يكون معينة، وبعد كده تيجي لما تيجي تغيري مثلا النوع غلى او في حاجة ممكن فانت تقومي مغيرة نوع الشركة دي، الشركة مثلا اقل في السعر شوية او اي حاجة من دي تمام. طبعا عاوز اقولك ان في الوقت دوت انت كده بتضيعي البط منك، يعني كل اللي انت عملتيه طول 25 يوم او طول 21 يوم انت ضيعتيه بغمضة عين لما غيرت نوع العلف بتاع او نوع الشركة اللي انت كنت شغالة بيها تمام. طبعا اول حاجة انواع العلف يا جماعة كل الانواع تقريبا زي بعضها، بس بيبقى هي بتختلف في نسبة السموم والفيتامينات اللي بتبقى موجودة في قلب العلف تمام. في شكارة ممكن تتلاقيها نسبة السموم فيها عالية، في شكارة تانية تتلاقي نسبة السموم فيها خفيفة جدا تمام. وفي يعني في شركات اعلاف كويسة جدا 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 تقدري ان انت تشتغلي بيها. طيب نشتغل بانهي علف، العادة ولا السوبر؟ لا انا بفضل العلف السوبر اذا كان 23 او 21. ليه؟ بيجيب نتيجة فورية معاكي للبط وبيخلي البط ما شاء الله يشيل معاكي اوزان رهيبة جدا جدا ما شاء الله، ويخلي البط يطلع معاكي في اقل وقت تمام كده تمام. طيب ايه اللي بيؤدي للافتراس؟ اللي بيؤدي للافتراس اول سبب واول عامل ان انت بتخلي البط معاكي بتغيري نوع الشركة بتاعته تمام، او مثلا بتشتري من بره قطاعي مثلا كل مثلا يومين 3 4 كيلو، فطبعا ممكن الشكارة تخلص من عند التاجر او من عند البقال، فطبعا تضطري ان انت تجيبي نوع تاني هو 21 بس شركة تانية تمام. تتلاقي على طول البط بتاعك بعدها باسبوع تتلاقي بدأ ان هو يجيله حالة افتراس. خلاص نسبة النسب اللي بتبقى محطوطة في كل شكارة من ديت او في كل شركة معينة طبعا بتختلف شوية، يعني مش كل شركة بتمشي على النظام المظبوط بالظبط تمام كده. فبتختلف طبعا في نسبة السموم ونسبة البروتين والحاجات اللي هي بتبقى محطوطة زي الفيتامين والكالسيوم والحاجات اللي بتبقى موجودة داخل الشكارة تمام كده تمام. طيب تاني عامل درجة الحرارة العالية، يعني لو انت حاطة البط 24 ساعة في مكان في درجة حرارة عالية موجودة عليه او البط بيسخن على بعضه. يعني ايه بيسخن على بعضه؟ يعني انت حاطة كمية من البط في مكان صغير فبالتالي بيحصل له افتراس، يبدأ البط كده يشوف يعني سبحان الله يبدأ يشوف الشعيرات الدموية اللي في الاجنحة بتاع بعض يبدأوا يشدوا فيها. ليه؟ علشان ياخدوا او يمصوا يبدأوا يمصوا الدم بتاع بعض، يعني يبدأوا ان هما تتلاقي البطة من دول بدأت ان هي تشد الريشة مش علشان تاكلها، لا هي على علشان يعني تدوق طعم الدم اللي موجود في قلب الريشة بس مش اكتر، هي بتاخد نسبة البروتين اللي موجودة جواها بس. هو طبعا الدم عموما يعني بيبقى جواه نسبة بروتين فهي بتشد الريشة علشان نسبة بروتين. تاني حاجة بتلاقيها بدأوا بقى ان هم يعوروا بعض، بدأوا ان هم ياكلوا اجنحة بعض. ساعات بنتلاقي البط كمان من الديل كده متاكل خالص من الناحية اللي هي الخلفية بتاعته، بتلاقي البطاية كده متاكلة خالص يعني من كتر نسبة الافتراس اللي موجودة تمام. طيب ايه تاني اللي ممكن يؤدي ان طبعا البط يحصل له حالة افتراس شديدة زي اللي حصلت دي كده؟ عاوز اقولك برضو تقليل العلف، لو انت قللت النسبة بتاعته، يعني انت مثلا متعودة تحطي
كمية محددة كل يوم، فانت قللت الكمية ديت مثلا ودخلت بدايل، تمام. وانا دايما بنصح يا جماعة في الفيديوهات عندي لما بقول لكم انا بدخل بدايل ما بقللش النسبة، مش بقلل خالص، وقلت لكم الكلام ده قبل كده، انا بسيب البط يطلع على النسبة اللي انا بحطها للعلف والنسبة الخارجية اللي هي المكونات الطبيعية، زي مثلا العيش، زي مثلا بواقي الرز، بحطها له كإضافة على العلف، بيخلي ما شاء الله البط زي ما انتم شايفين. يعني عاوز اقول لكم اللي يشوفه النهاردة كده يقول عليه عمره شهر او شهر ونص، ما شاء الله اللهم بارك، تمام. فانا عشان كده بتكلم في الموضوع ده دايما، ما تقلليش طول ما البط معاكي لسه صغير. امتى تقللي؟ لما البط خلاص يقفل معاكي ريش، تبداي ممكن ان انت تخفي نسبه العلف بتاعته شيء في شيء، يعني مش على طول حاجه في حاجه كده، لغايه لما البط تلاقي تسحبي منه نسبه العلف، وممكن بعد كده تقدري ان انت تاكليه بدائل تانية زي الخضار، زي البطاطا، زي الخضره، زي البطاطس، زي الخضار اللي هو بيبقى في السوق مثلا، بيبقى فيه خضار كده زي ما قلت لكم قبل كده، بواقي بتبقى متواجده في قلب السوق، تقدر ان انت تشتريها يعني بسعر قليل جدا. ممكن تعملي خلطات تسمين طبعا، الحاجات دي يا جماعه انا بتكلم فيها مش بتكلم فيها وخلاص، لا بتكلم في المواضيع دي. طب انا جالي سؤال امبارح، واحده بتقول لي انت عماله شغاله لنا بالخلطات الطبيعيه وتقول لنا توفير التوفير ومش عارفه ايه، طب انت ما عملتيش ليه للفراخ، انت بتعملي بس للبط؟ ايوه انا بعمل الخلطات يا جماعة للبط، للبط بس، تمام. يعني مفيش فراخ بيضة، عشان انا كنت منزلة امبارح مقطع ريلز وكنت بقول يا جماعة الفراخ التسمين ما بتاكلش الا العلف وكذا وكذا وكذا. المهم اتلقيتها داخلة حدفت لي الكلمتين دولت وخرجت، بس انا عاوز اقولك ان الفراخ البيضة ما ينفعش يتلعب فيها يا جماعة الا الفراخ البيضة. انت ممكن تقدري تأكلي الفراخ البلدي، ممكن تقدري تأكلي اي نوع بط تدخلوا له خلطات، انما الفراخ البيضة يا جماعة ما ينفعش نهائي. ليه؟ لان هي بتبقى واخدة حقن، بتبقى واخدة حقن هرمونات، تمام. فبالتالي بتلاقي الفرخة بعد وقت معين ادتك وزن ما شاء الله، يعني من 2.5 كيلو ل 2 كيلو 3 كيلو قعدتها شوية ممكن توصل ل 4 كيلو. فطبعا ما ينفعش ان انت تربيها او ان انت تبداي تعملي لها خلطات، هتبقى بالظبط عامله زي الفرخ البلدي. يعني جربي كده، هاتلك مثلا 10 كتاكيت، ولو ان الكتاكيت البيضة دلوقتي يا جماعه اقسم بالله عندنا هنا في دمياط ب 27 وب 28 جنيه الكتكوت، وممكن كمان تبقى ازيد من كده في اي محافظه تانية. يعني انا بقول لكم بس عشان حرام انكم انتوا تروحوا تشتروا فراخ بيضة وتبداي ان انت تنزلي خلطات ليها، وفي الاخر هتاخدي في كتكوت، في الاخر هتاخديه كتكوت سرده ما بيكبرش معاكي. ده النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها. الخلطة الوحيدة اللي انا عملتها للفراخ البيضة من حوالي سنة او سنة ونص كانت كانت عبارة عن علف 21%، كسر فول، ذرة مدشوشة، عيش، فول صويا، اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه، وكان عليها اللي هي الذره العويجه بتاعت الحمام. ما شاء الله عاوز اقول لكم ان انا اخدت الفراخ على 35 يوم، كانت 3.5 كيلو، والفيديو موجود عندكم على القناه، بس الكلام ده كان من سنه تقريبا، فعشان كده قلت لكم ممكن نخلط للبط، لكن الفراخ